أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الطاولة المستديرة. تنطلق اليوم الجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية بمشاركة الأطراف الضامنة لهذا المؤتمر، تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة لوفدي النظام والمعارضة وبغياب وفد الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقبين بحسب الخارجية الكازاخستانية. جولة جديدة من المحادثات ستشهدها العاصمة الكازاخستانية أستانا، جولة تغيرت فيها كثير من المعادلات التي كانت موجودة في الجولات السابقة، فالفصائل المسلحة خسرت كثيرا من الأراضي التي كانت من المفترض أنها من مناطق خفض التصعيد، والمعارضة ازداد تفرقها وتقسيمها، إضافة إلى الواقع الذي فرضته روسيا بجولات أستانا الماضية بفصل المعارضة إلى جناح سياسي وآخر عسكري، ولم تلتزم الأطراف التي وقعت على الاتفاقيات في الجولات السابقة بأي من بنودها، وعلى رأسها تركيا التي احتلت المزيد من الأراضي بحجة تثبيت النقاط الجديدة. والجديد في هذه الجولة ما تحدثت عنه مصادر بأنها ستناقش فتح الطريق الدولي حلب دمشق ليثبت الواقع العسكري الذي فرضه الروس على الأرض، ويبقى الملف السياسي وملف المعتقلين على هامش هذه المحادثات لاعتراض كل من دمشق والإيرانيين على مناقشة هذه المواضيع. وللحديث أكثر مشاهدين عن موضوع حلقة الليلة، يسعدني أن أرحب بضيوفي من واشنطن، دكتورة مرح البقاعي أكاديمية ورئيسة حزب الجمهوري السوري، ومن تركيا دكتور خيري كرباج أوغلو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، ومن موسكو دكتور عمار قناة أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول. ضيوف الكرام ومشاهدين الأفاضل، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتورة مرح، لو أبدأ سؤال الحلقة من عندك قبل الدخول إلى الحلقة، مساء الخير أولا. مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأفاضل. أهلا بك. يعني دكتورة مرح، مؤتمر أستانا بنسخته التاسعة، يعني ما المتوقع منه وما الجديد الذي يمكن ينتج عن هذا المؤتمر؟ نعم، مؤتمر حدث طبعا في الوقت الذي حددته اللجنة التي اجتمع فيها الوزراء الثلاثة للدول الضامنة منذ أسبوع على ما أعتقد، حددوا التاريخ وفعلا تم الاجتماع في التاريخ المحدد، وغدا يبدو أن هناك وفود ستصل إلى أستانا، بينها وفد من المعارضة يمثل الجناحين هذه المرة، الجناح السياسي والجناح العسكري، وهذا الأمر يعني يثير كثير من الأسئلة، وحضور أيضا السيد ديمستورا ومثل الأمم المتحدة يثير أسئلة أخرى. اللافت بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون موجودة لا كمراقب ولا كمشارك لأول مرة في أي لماذا وضع. دكتورة مرح، يعني لماذا هذا الغياب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجولة بالتحديد؟ هناك عدة رسائل مفروض أن تكون هي ترسل من خلال الغياب الكامل للولايات المتحدة الأمريكية. الرسالة الأولى أن الدول الضامنة التي تشكل قالب أستانا لم تفي ببعوزها ولم تكن دول ضامنة أصلا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستضع مسافة بينها وبين ما يحدث في أستانا، ولا سيما أنها اتخذت موقفا واضحا من أحد الدول الضامنة وهي إيران وانسحبت منها الاتفاق النووي. فهذه رسالة قوية جدا لإيران بداية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تجلس معها بعد الآن في أي موضوع يتعلق بالشأن السوري، وأن للولايات المتحدة الأمريكية موقف محدد من الوجود الإيراني في سوريا، وموقف قوي وموقف يتجاوز أي جلوس على الطاولة الآن، وموقف مواجهة في الحقيقة. الرسالة الثانية إلى تركيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني توافق على كل ما تقوم به تركيا الآن سابقا والآن الحقيقة، والآن تقدم الموقف التركي بشكل يجعل أمريكا تقف في حالة يعني غير عدم الرضا نهائيا عن التصرف التركي في الشمال السوري وفي محافظة إدلب. وهي رسالة تركية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحضر هذا الاجتماع ولن يكون لها موقف، سيكون لها موقف مغاير تماما وفي الضفة الأخرى. هناك رسالة أخرى إلى روسيا وهي رسالة مبطنة،
أعتقد أن هناك تفاهمات معينة حدثت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول كل مستقبل الخارطة السياسية في سوريا، وأن هذه التوافقات ليس مكانها أصلاً. اسمح لي أن أذهب إلى موسكو، من هناك ضيفي دكتور عمار قناة. مساء الخير دكتور عمار. مساء النور سيد الكريم. أهلا بك. يعني استمعت إلى ضيفتي الدكتورة مرح البقاعي، يعني النسخة التاسعة من مؤتمر أسيدانا، غياب واضح للدور الأمريكي فيها، يعني حتى بصفة مراقب لم تحضر. يعني استمعت إلى كلامها، رسائل كثيرة ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول التي قالت عنها الدكتورة مرح بأنها لم تلتزم بأي شيء من هذا المؤتمر. تحياتي لك ولضيوفك الكرام، يعني واعذرني على عدم يعني الموافقة مع الزميلة من الولايات المتحدة حسب يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال 9 جولات من يعني مباحثات أستنا، وهي بدورها كانت الأولى من جمعت يعني الأطراف السورية، يعني الممثلين النظام السوري والمعارضة والمعارضة العسكرية، ولكن يعني حسب وحول يعني عدم وجود اليوم الطرف الامريكي، في اعتقادي انه يعني لا يعني الكثير، لان الولايات المتحده كانت يعني منذ البدايه كانت رافضه هذا الاطار، اطار استنا، وكانوا يعني بمجرد وجود شكلي كمراقب وليس كطرف فاعل في امور يعني مناطق خفض التصعيد. وفي اعتقادي انه يعني بغض النظر عما جرى ويجري الآن في منطقة الشرق الأوسط، يعني ورأينا الهجوم الثلاثي، العدوان الثلاثي على سوريا، وكأن يعني الأوراق بدأت تخلط، ولكننا نرى اليوم يعني امتداد للعملية السياسية، للعملية يعني الحافظة التي ستحفظ الاتزان للمعادلة السورية، وهي أستنا، وهي يعني ماضية قدما. ويعني الملفت أيضا والمهم في هذا يعني اللقاء اليوم يعني وغدا، وهو حضور ديمستورة، وديمستورة يعني هو ممثل يعني عن الأمم المتحدة، فهذا يعني يعطينا إشارات أن جزء يعني الجزء السياسي فقط من مباحثات حول الأزمة السورية، الملف السوري يعني كان في جنيف، ولكن الملف الفعلي والإطار الفعلي نراه يعني. ولكن دكتور عمار اسمح لي أن أقاطعك، يعني غياب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، يعني ألا يؤثر على نتائج أسيتانا، أو غيابها يعني يحد من حجم هذا المؤتمر بشكل أو بآخر؟ باعتقادي انه يعني لن يؤثر. اليوم الولايات المتحده يعني تخوض عده ملفات، ليس فقط في الشرق الاوسط، ولكن يعني قرب الجزيره شبه الجزيره الكوريه، ويعني الملف السياسي للشرق الاوسط او للمعادله السوريه يعني بات واضحا انه من يمتلكه هو يعني الطرف الروسي، فلذلك يعني هذه الموافقه الضمنية يعني باستمرار هذه العملية هو يعني ما يعطيني أو ما يعطينا يعني المؤشرات أن الدور الأمريكي هنا غير فاعل، والأدوات الأمريكية في المعادلة الداخلية السورية يعني تعتبر من المعادلات، من الأدوات الضعيفة الآن. وفي اعتقادي أن هناك يعني ممكن التقدم بموضوع الجنوب السوري، يعني وقبل الحديث عن أي حل، إذا سمحت فقط في عجالة، الحديث عن أي حل سياسي لا يمكن يعني أن يتم هذا يعني هذه المفاوضات الحقيقية والفعلية بدون القضاء الفعلي على أولا الإرهاب، وثانيا على الحالة العسكرية. طيب اسمح لي أن أذهب إلى تركيا، ضيف من هناك دكتور خيري كرباج أوغلو. دكتور خيري مساء الخير. مساء النور. يعني كيف رأت تركيا وهي من الدول الضامنة لمؤتمر أسيتانا هذا الغياب الأمريكي؟ هذا أمر طبيعي، كما تفضلت أختنا أن هناك نوع من التفاهم بين روسيا وبين الولايات المتحدة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، هذا واضح. أيضا الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في مستنقع سوريا يعني بالنظر إلى تجربته
إلى تجربة فيتنام وكذلك العراق وأفغانستان، لأن المواطن الأمريكي لا يريد أن يشوف الجثث المقتولين في خارج الولايات في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك هذه التدخلات ثمنها غالية جدا جدا للولايات المتحدة، بدلا من هذه الصورة الولايات المتحدة تفضل أن تبقى على الساحة بالدعم من بعض العناصر الموجودة في الساحة، كما كدعم الولايات المتحدة للأكراد في سوريا. وأعتقد هذا الوجود، هذا التواجد كاف للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ستراقب أو ستترقب المرحلة القادمة، ألا وهي مرحلة تقسيم الحصص في إعمار سوريا وكذلك إعمار الدول الأخرى في المنطقة. لكن هناك أمر لافت، أمر يبدو بسيطا ولكن أمر لافت للنظر، هو تقدم حزب الله في لبنان وكذلك الجبهة المقاومة في لبنان وكذلك تقدم العناصر قريبة في العراق. دكتور خيري، يعني دكتور خيري، نعم. إذا ما سألتك بشكل مباشر عن الأدوار التي قدمتها هذه الدول الثلاثة الضامنة لمؤتمر أستانا، وكنا نعم. في حالة التقييم، برأيكم ما تقييم هذه الدول وما قامت به من خلال أستانا واحد لغاية ثمانية؟ نعم. أولا المحدد في هذه المفاوضات المحادثات المحدد الرئيسي روسيا وإيران، حتى تركيا تبدو تنازلت عن مطالبها إلى حد كبير، لأن مشروع سوري، مشروع تركيا لسوريا مشروع مر بانهيار عظيم جدا، ولذلك حتى في أجندة السياسة التركية الداخلية سوريا تبدو ساقطة. واليوم سيد أردوغان ألقى كلمة في شطم في إنجلترا، وأيضا تحدث عن الأزمة السورية ولكن لم يتطرق إلى الجانب السياسي، بل اكتفى بذكر قضية اللاجئين ومشكلاتهم ودعم تركيا للاجئين وما إلى ذلك. هذه التصريحات تعطينا فكرة واضحة عن أن تركيا تراجعت أو تنازلت عن إصرارها عن إسقاط بشار الأسد، عن إسقاط نظام بشار الأسد، ولذلك الأمور ستجري في مجراها. لكن يعني مواجه للتطورات محادثات أستانا، بالدرجة الأولى تبدو روسيا والإيران، وإذا كانت هناك دول أخرى معنية بذلك، لكن بالدرجة الأولى روسيا وإيران. دكتورة مرح، بالعودة إليك ومن النقطة التي انتهى بها الدكتور خيري، تحدث عن خطاب لأردوغان وتغير المفهوم السياسي المطالب برحيل بشار الأسد عن السلطة، يعني في ظل هذا هل المعارضة باتت تملك أي شيء تفاوض عليه، يعني بشكل أو بآخر هل ستكون هناك مفاوضات أم مباحثات أم إملاء شروط عليها من قبل الدول الراعية والضامنة لهذا المؤتمر؟ نعم، كما قلت لك أستاذ وعد في بداية الحديث، أنني أستغرب فعلا أن هناك وجود سياسي للمعارضة السورية هناك في أستانا، وهذا القرار اتخذ يعني بشكل عاجل أو متعجل أعتقد، ولم نعلم به حتى ساعات متأخرة من أمس أن هناك وفد من سياسي سيشارك من أعتقد من الائتلاف وبموافقة والحديث مع هيئة التفاوض. يبدو أن هناك نوع من التفاهمات حدثت بين المعارضة السياسية والولايات والأمم المتحدة بسبب حضور دمشقورة الآن، لكن أجد أن هذا يعني خطأ فادح بداية من المعارضة، ومن جهة ثانية هو حرف لمسار أستانا أو إظهار أستانا بوجهها الحقيقي وإسقاط القناع عنها، بمعنى أن أستانا كانت مختصة بموضوعين رئيسيين، هما موضوع وقف إطلاق النار الذي لم يحدث أبدا، وموضوع تخفيض تصعيد المناطق التي تم تحديدها على الخريطة في سوريا. واتضح لنا فيما بعد أن موضوع تخفيض التصعيد ليس سوى مشروع للقضاء على الفصائل والمعارضة العسكرية المعتدلة في
في سوريا وإخراج هؤلاء المقاتلين وتجريدهم من سلاحهم الثقيل والمتوسط والخفيف وإخراجهم من المناطق وإخراج المدنيين ممن لم يرغب بهم الدول الضامنة الثلاث بقائهم في مناطقهم، تهجيرهم إلى الشمال السوري. يعني هذا حقيقة الحقيقة يعني الفاضحة لموضوع الدول الضامنة وما فعل الدول الضامنة في مناطق تخفيض التوتر. لذلك أرى الآن انحراف كامل لأستانا عن خطه الرئيسي، وهو الخط الذي رسمت له أستانا، وبإضافة ملف المعتقلين لم يحدث أي تقدم في ملف المعتقلين في أستانا في جولاته التسع، ولا أعرف أي نوع من التقدم يمكن أن يحرز الآن بعد ما سمعنا تصريحات للروس في وقت يعني متأخر الأسبوع الماضي أن من حق النظام السوري أن يعتقل ويضع في الشمن. طيب دكتورة مرح، يعني الآن بعدما تغير الواقع على الأرض منذ أستانا واحد لغاية أستانا تسعة، يعني ما الأوراق أو الأوراق التي تملكها المعارضة بشكل أو بآخر لتقوم بالضغط بشكل أو بآخر أو بطريقة أو بأخرى على المفاوضين إن كان من وفد النظام أو حتى الدول الضامنة لهذا المؤتمر؟ الورقة القوية في يد المعارضة هي العودة إلى جنيف، لأن جنيف غطاء أممي، لأن جنيف وراءه قرارات دولية وافقت عليها الشرق والغرب، لا يوجد أي خلاف عليها، وهي قرارات مجلس الأمن وهي قرارات نافذة. لكن البحث ملف سياسي وفتحه في أستانا هو أكبر خطأ تقع فيه المعارضة بكل وضوح وبكل صراحة أقول لك ذلك، لأن أستانا ليست مكانا لفتح ملفات جنيف، وهناك مساران كما يعني تم التوافق منذ البدايات أنه مسار جنيف السياسي ومسار أستانا العسكري، إلا في حالة واحدة الآن أنه حدث اختراق كبير من قبل الأمم المتحدة ويكون حضور ديمستورا هو تشريع لما حدث في سوتشي، وهو عبارة عن تحويل كل جنيف وتقزيمه إلى موضوع ملف أو اللجنة الدستورية التي ستختصر كل العملية السياسية وكل انتقال السياسي في هذه اللجنة، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يحدث وأسوأ ما يمكن أن يحدث الآن. طيب بالعودة إليك دكتور عمار قناة، يعني استمعت إلى الدكتورة مرح، خرج أستانا من غايته الأساسية ومع الأيام يعني كشف القناع، يعني تحدثت عن مناطق وقف إطلاق نار وموضوع خفض التصعيد، وشاهدنا على العكس من ذلك المناطق التي على أساسها وقف إطلاق نار ومناطق خفض تصعيد زادت العمليات العسكرية، ومن ثم أدت بالتالي إلى تهجير وتغيير ديموغرافي برعاية الدول الضامنة الثلاث روسيا تركيا إيران. مرة أخرى لا أستطيع الموافقة يعني عذرا، ولكن يعني هذه العمليات وما جرى يعني من خفض التصعيد وتخفيض يعني الآلة العسكرية، وجرى الحديث يعني بينكما حول المعارضة المعتدلة العسكرية، يعني أي معارضة عسكرية تحتوي وتمتلك الأسلحة الثقيلة، وإذا نظرنا يعني للموضوع يعني بقاء هذه التنظيمات بغض النظر عن تصنيفاتها والتي هي مختلف يعني هي محل خلاف، ما هو التنظيم المعتدل، ما هو التنظيم السياسي، ما هو التنظيم العسكري ذو الأسلحة الخفيفة أو ذو الأسلحة الثقيلة، هذه يعني الأمور ما يعنيني أنا اليوم. ولكن في هذه النقطة دكتور عمار يعني كما يقال عذرا لمقاطعتك، ولكن حتى لا تمر النقطة مرور الكرام هنا، المتفق عليه بين دول العالم قاطبة موضوع جبهة النصرة بأنه تنظيم إرهابي، وكان من المفترض أن تقوم الدول الضامنة بمحاربة هذا التنظيم، رأينا على العكس دخلت القوات التركية إلى إدلب برفقة جبهة النصرة. تفضل. نعم، ولكن يعني جزئيا ممكن الموافقة، وحول أيضا يعني جبهة النصرة هناك خلاف كثير
وهناك كان رفض قاطع روسي منذ البداية يعني حول جبهة النصرة، وتوجهت أصابع الاتهام ليس فقط لتركيا ولكن للولايات المتحدة وأكثر من دولة يعني في محاولة للحفاظ على هذه الأدوات. ولكن يعني عودة للسؤال، أنه اليوم نحن يعني نمتلك مناطق جغرافية يعني تقريبا خالية من السلاح ومن الأدوات العسكرية، وهذا هو باعتقادي يعني بداية الحل السلمي. وإذا نظرنا يعني إلى هذه المعارضات وحتى المعارضات السياسية مع يعني مع كل الاحترام، يعني ما هو البرنامج، ما هو الذي تريده هذه المعارضات؟ هذا أولا. وثانيا، هل تمتلك هذه المعارضات السياسية الشرعية السياسية من قبل المجتمع يعني من قبل الشعب السوري أم لا؟ فلذلك يعني هناك واقع سياسي بدأ يعني يفرض نفسه على مع تماشيا أو يعني توازيا مع الواقع العسكري بعد مباحثات أستنا واحد. فلذلك اليوم يعني يجب على الكل وعلى جميع الأطراف والمعارضات البحث سوية، يعني الجلوس على أي طاولة حوار كانت في محاولة لإيجاد الحل السياسي وإعادة يعني النظر في كل المعادلات السابقة. رأينا أن هناك التعنت الغربي والتعنت الدولي منذ البداية بوجوب خروج النظام السوري يعني وبشار الأسد، ولكن رأينا أن هناك تراجعات كثيرة حتى من قبل الدول الغربية ومن قبل الولايات المتحدة. فهذا يعني إن دل على شيء يدل على أن المعادلة لم تكتمل لغاية الآن، وستكتمل فقط بوجود وحوار جميع الأطراف وأهمها الأطراف السورية فيما بينها. نعم، جزئيا ممكن القول أن هناك اتفاقات دولية تحت الطاولات ما بين الروس وما بين الأمريكان ما بين الدول الإقليمية، ولكننا نرى اليوم أنه يعني عن هذه المعارضات الداخلية قد رفع الغطاء من قبل الدول الإقليمية وجزئيا الدول الأقطاب الدولية. فذلك اليوم على جميع التنظيمات السياسية والعسكرية أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، أنه الآن نحن نتكلم ليس كما كان عليه الوضع قبل 3 أو 4 سنوات. فلذلك إذا أردنا يعني الخروج بسوريا بأقل الخسائر يجب يعني التعاون والجلوس. طيب دكتور عمار، يعني إذا ما تساءلنا عن التزام هذه الدول الثلاثة الضامنة لمخرجات أستانا، يعني برأيكم ألم تخترق هذه الدول الاتفاقيات بشكل أو بآخر؟ يعني والغوطة خير شاهد على ذلك وما حدث فيها. سيد الكريم، يعني أي اتفاق دولي مهما كان في منطقة يعني منطقة تعج بالقوات المتنافرة، القوات العسكرية والمصالح العسكرية والاستراتيجية، طبعا هناك ممكن أن تكون بعض الأخطاء، ولكن يجب أن لا ننسى أنه هناك يعني أطرافا أخرى كانت تعمل لتعطيل هذه المسألة على طوال المدة. لا يوجد هنا يعني أمور مثالية اتفقنا على شيء وننفذه في الكامل. هذا الواقع السياسي والواقع العسكري هو واقع متغير يعني شئنا أم أبينا. طيب، حقيقة هناك الكثير من المراقبين يقولون بأن ما يكتب على طاولة أستانا شيء وما يترجم ويحدث على الأرض شيء آخر. اسمح لي أن أذهب إلى تركيا مجددا، ضيفي من هناك دكتور خيري كرباج. دكتور خيري، يعني أستانا خلال جولتها السابقة بنسخها 8 والآن النسخة 9، روسيا وتركيا وإيران تقرر وترسم كل شيء تريده، والمعارضة والنظام مجرد شهود عيان على ذلك. نعم، طبعا دور روسيا وإيران يعني كبر بالنسبة لدور تركيا في التطورات الأخيرة، ربما هذا بسبب قرب الانتخابات الرئاسية في تركيا، لأن أردوغان والنظام نظام حزب العدالة والتنمية الحين في هذه الأيام
الخطيرة جدا بالنسبة لهذا النظام، أهم شيء البقاء على السلطة. ولذلك قلت ربما القضية السورية سقطت إلى حد كبير من أجندة، على الأقل من أولويات السياسة الخارجية التركية، ولذلك تركيا ستحاول أن تحافظ على ما تبقى من العناصر التي دعمها تركيا من النصرة ومن عناصر أخرى، وستحاول أن تحافظ على بقائها في المنطقة. ولكن في النهاية بالنسبة ل يعني إعادة بناء النظام السوري وإسقاط نظام بشار الأسد، أعتقد هذا الأمر أصبح ملغا أو منسيا بالنسبة لي. كانت هذه النقطة كانت نقطة التوتر بين الدول الثلاث، ولكن الأمر يعني تغير تماما، توازن القوى في المنطقة تغير تماما. أعتقد تركيا ستسلم نفسها إلى مجريات الأمور بتوجيه روسيا وإيران، ولن تحاول لإضافة أي خطوة أو أي اقتراح لهذه المفاوضات، حسب ما وصلت المعلومات في الإعلام التركي. كما ذكرت الحين الأزمة السورية سقطت من أجندة طيب تركيا داخليا وخارجيا. طيب دكتور خيري، إذا ما تحدثنا هنا عن تركيا بالتحديد يعني بركازة أكثر كما يقال، يعني موضوع تثبيت النقاط في أكثر من نقطة في هذه الفترة على ماذا يدل دكتور خيري؟ أولا كما قلت يعني تركيا شعر بأن دورها في هذه المعادلة بدأت تتضاءل، هذا أمر واضح جدا. ثانيا هناك يعني بالنسبة لتركيا تقريبا جميع دول الجوار مع هذه الدول في مشكلة، هناك تطورات مع يونان أيضا، هناك احتمال أن تكون هناك اشتباكات خفيفة أو ما ندري، لكن تركيا تحس النظام الحالي بأنها مهددة من قبل دول الجوار مثل اليونان، وكذلك التطورات في العراق ليست يعني لصالح تركيا إلى حد كبير. ولذلك تركيا ستحاول أن يعني تضمن أو تحافظ على أمنها الداخلي بالدرجة الأولى، ومواقف سياسية وعسكرية متعلقة بسوريا ستكون منصبة إلى ضمان أو المحافظة على أمن تركيا. ولكن هذه العناصر المقاتلة كما ذكرتم، هذه العناصر ستنتقل إلى دول أخرى، وربما الدولة الأولى من بين هذه الدول تركيا. هذه العناصر ماذا ستكون عاقبة هذه العناصر ودورها في تركيا، هذه أيضا أمور شائكة جدا حتى لأمن تركيا داخليا. ولذلك تركيا ربما في يعني أسوأ وضع منذ بداية الأزمة السورية بالنسبة للأمن الداخلي لتركيا. طيب بالعودة إليك دكتورة مرح، يعني سمعتي للدكتور خيري كرباج أوغلو يتحدث عن الدور التركي وعن مآلات استثمارها للتنظيمات التكفيرية التي شاركت معها باحتلال مدينة عفرين. نعم، أريد أن أقرأ الصورة بشكل أعرب فقط. تفضل. لأن الصورة يعني مركبة جدا، موضوع معقد جدا أصبح في سوريا، وهو معقد منذ الدخول الروسي القوي في سبتمبر 2015 وما قبل الميليشياوي الإيراني. يعني أنا لا أقدم الأعذار لتركيا أبدا، لأن هناك كما تفضل ضيفك من روسيا وتحدث عن عدوان ثلاثي على سوريا، هناك عدوان ثلاثي أيضا قائم على سوريا منذ سنوات طويلة، منذ بداية الثورة. العدوان الثلاثي أقصد به الدول الضامنة الثلاث هي التي اعتدت على سوريا أيضا، وهذا عدوان طويل المدى كان، وتحولت بحضرة قادر إلى دول ضامنة لوقف إطلاق النار، ولن تطبق أصلا قرار وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن، لكنها انقلبت عليه
ويعني صممت برنامج على حجم مصالحها بما يسمى مناطق خفض التصعيد. يعني في البدايات نحن يعني أنا أول من قال في جنيف وتحدث بهذا الأمر مع الوفد الأمريكي هناك، وكان هناك ممثل على المستوى الوفد الأمريكي في جنيف أعتقد 7، هل وقلت سألته سؤال محدد للممثل الأمريكي، هل هذه المناطق لخط التصعيد هي مقدمة لوقف إطلاق النار في كل سوريا وإعادة المدنيين وحمايتهم إلى مدنهم؟ يعني هذا كان المفروض أن يحدث وأن ما تضمنه الدول الثلاث لهذه المناطق، حدث العكس تماما. فما أريد أن أقوله هنا، خلينا نعود لأستنا الآن. تفضلي. أستنا واضح هدفها جدا وبسيط وواضح. الهدف الأول هو إدلب، يجب أن تكون هناك محددات لإدلب من وجهة نظر دولية ومن وجهة نظر إقليمية. والهدف الثاني هو اللجنة الدستورية، لأن اللجنة الدستورية هي أحد مخرجات سوتشي، وإذا تم إقرار اللجنة الدستورية الآن في أستانا ووضع لها محددات ووضع لها شخوص تملأها من المعارضة وتشغل مقاعد فيها من المعارضة، فهذا يعني أن جنيف انتهت، وهم يريدون إنهاء جنيف. الدول الضامنة الثلاث تريد إنهاء جنيف لأن هذا يصب في مصلحتها، ولأنها تأخذ بذلك كل الأمور إلى أستنا، ويبقى أستنا هو مكان التفاوض النهائي، وليس تفاوض حتى، مكان تسليم سوريا نهائيا إلى الحل النهائي الذي هو تحت مظلة هذه الدول الثلاث، وطبعا بوجود النظام السوري وهو نظام ضعيف جدا. وأنت تعرفني أستاذ وعد ماذا أسميه، أنا أسمي بشار الأسد مجرد معقد معاملات يدور المعاملات للدول بين الدول التي ساعدته البقاء في الفقر بكل بساطة. طيب بالعودة إليك دكتور عمار قناة، يعني استمعت إلى الدكتورة مرح، هذه الدول التي تسمى دول ضامنة لمناطق خفض التصعيد ومؤتمر أسيتانا هي لم تلتزم بوقف إطلاق النار حامل رقم 2401 دكتور عمار. يعني لقد تكلمنا في هذا الموضوع ويعني أكررها مرة أخرى، الالتزام باعتقادي هو كان يعني موجودا، وعدم وقف إطلاق النار كان باتجاه القوات يعني التنظيمات الإرهابية، التنظيمات الإرهابية والتي كانت هي السبب يعني لتواجد الروسي في هذه المنطقة، وذلك لأن يعني التهديد الإرهابي الإسلامي المتطرف هو ما كان يشكل خطرا ليس فقط على الشرق الأوسط ولكن على منظومة الأمن يعني الروسية بالكامل. ويعني متابعة لما تفضلت به يعني ضيفتك من الولايات المتحدة، يعني أقول إنها يعني مجريات أو مخرجات يعني أستنا أنا أقيمها يعني بشكل كبير. ومن جهة أخرى ماذا قدمت يعني الولايات المتحدة وماذا قدمت المنظومة الأوروبية يعني كحلول؟ الحديث يجري عن يعني قرارات مجلس أمن وعن مسار جنيف. روسيا لغاية الآن يعني لم تلغي مسار جنيف، وبالعكس يعني كانت دائما يعني معه وتشجعه أيضا، وروسيا أيضا موافقة على كل قرارات مجلس الأمن ما يتعلق بالملف السوري. ولكن يعني المتغيرات على الأرض أو تفعيل يعني جنيف لن يكون فقط بقرار يوقع من قبل مجلس الأمن فقط. ويعني عودة إلى المنظومة الدولية الآن وما يتعلق بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، يعني للأسف الشديد اليوم يعني أنا شخصيا لا أراها يعني هذه المنظومة الفعالة، والدليل على ذلك يعني اليوم شاهد عليه يعني يوم أسود في تاريخ الشرق الأوسط والأمة العربية والإسلامية. نعود إلى موضوع الحلقة دكتور عمار، يعني حقيقة يقول الكثير من المراقبين للشأن السوري بأن مصطلح خفض التصعيد مصطلح مثير للشك والريبة وهو فضفاض، وما حدث في الساحة السورية منذ إعلان هذا المصطلح أول خير دليل على ذلك هو ما تم وما أصبح حال السوريين من تهجير وقتل وتغيير ديموغرافي.
حسنا سيدي الكريم، وأسألك سؤال يعني سؤال آخر يعني، أنا بتمنى منك تجاوبني دكتور عمار، أنا بصدد اللي بعطي السؤال، بتمنى منك برحابة صدرك تجاوبني، تفضل. أجاوبك بسؤال وسأجيب عليه يعني، وكم عدد الأفراد والتنظيمات؟ الجواب يأتي بجواب وليس بسؤال، تفضل دكتور عمار، تفضل. وكم عدد يعني الأفراد أعضاء التنظيمات الإرهابية التي يعني والمسلحة والتي وقعت يعني على الخروج؟ وهنا السؤال يطرح نفسه، يعني هناك الكثير من التنظيمات التي وقعت يعني واتفقوا مع القوات أو مع الدولة السورية على البقاء في على أراضيهم تحت الضمانة الروسية. فالسؤال هنا، لماذا لم تقبل يعني الأفراد والتنظيمات الأخرى هذا الحل، وهم من أرادوا، وهم وكانت هذه يعني بناء عن رغبتهم الخروج من هذه المناطق والخروج حتى يعني بأسلحتهم؟ فإذا هذا يعني على ماذا يدل هذا الكلام؟ يعني يدل أنهم لا يريدون الخيار السلمي، لا يريدون يعني خيارا سياسيا، بل هم مصرون على يعني مواصلة المقاومة. وهنا المقاومة لا أراها مقابل يعني أنت تقاوم مثلا يعني نظام سياسي، أنت تقاوم الآن يعني دولة وشعب في نفس الوقت يعني. وهنا يجب أن تكون يعني طيب. أو ننظر إلى المسألة يعني من ناحية منطقية، لم يجبر أحد على الخروج، ولكن هم من وقعوا على الخروج وحتى حافظوا على أسلحتهم الخفيفة. طيب، بالعودة إليك دكتور خيري، يعني يقول الكثير من المراقبون بأن أستانا هي جاءت لشرعنة احتلال هذه الدول للكثير من المناطق في سوريا، يعني وتقاسم نفوذها وتثبيت مواقع احتلالها. هذا واقع إلى حد كبير، وإن كانت الأطراف ترفض هذه الاتهامات أو هذا الوصف، إلا أن حتى بالنسبة لتركيا السلطات التركية ترفض بشدة بأن تركيا دخلت في أراضي سوريا من أجل ضمان الأمن ومن أجل يعني دعم للمهجرين وما إلى ذلك، إلا أن يعني هناك بعض التطورات تؤدي إلى تشككات في مصداقية هذا الخطاب. أعتقد جميع الدول المتواجدة في المنطقة عندهم نوايا على الأقل طموحات بالنسبة للبقاء ول يعني تقسيم مناطق النفوذ في 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 سوريا. هذا ايضا امر طبيعي متعلق بطبيعه الحرب، يعني اي حرب اي الاطراف اذا كانوا دخلوا في حرب في اي يعني بشكل او اخر، فاملهم وطموحاتهم ان تستغل هذا الوضع لصالح سياسي واقتصادي وعسكري. أعتقد إذا قلنا أن الأطراف لا تحملون في قلوبهم نوايا كذا، هذا يكون يعني أكثر من إيجابية. أعتقد مثل هذه الملاحظات موجودة، لكن نتمنى أن تبقى يعني وحدة الأراضي السورية، وربما مناطق النفوذ قد يعني لا تؤدي إلى انشقاق الوحدة الأراضي السورية، إلا أن يعني روسيا وإيران أقرب إلى يعني سياسة موحدة. تركيا أيضا تتعاون مع روسيا وإيران، إلا أن أولويات تركيا تختلف عن أولويات روسيا وإيران في هذا المضمار. أعتقد هناك اختلاف في الرؤى، لكن الخطوة النهائية أو يعني الكلام الفصل سيخرج في طاولة المفاوضات، في طاولة المحادثات، لا في ميدان القتال أو ميدان الحرب. طيب دكتورة مرح، بالعودة إليك، يعني ورقات أو ورقة المخرجات التي تصدر من أستانا، يقول السوريون يعني مراقبون للشأن السوري أنها معدة مسبقة من قبل هذه الدول، وهي في خدمة نتائج هذه الدول، والوضع على الأرض خير شاهد على ذلك.
تماما أستاذ وعد، وهذا ما قلته لك، أن هناك محددات تم الدفع بأستانا والدفع بانعقاده رغم كل الحالة الميدانية في سوريا من أجل تحقيق هذه المحددات. وكما قلت لك سابقا أن ملف إدلب مهم جدا، مهم على المستويين الدولي والإقليمي، وملف الانتقال السياسي الذي سيتحول إلى ملف صغير ويعني مختصر جدا هو اللجنة الدستورية. فهي التخوفات الحقيقية وهي. طيب دكتورة مرح، يعني إذا ما يوجد أفاق أبعد من هيك. نعم يعني طيب هيك. طيب خلينا نحكيها شوي بالعامي، يعني موضوع إدلب برأيك أنت أنه حسب المعطيات أو الانطلاقة أو نقاط الارتكاز للواحد هيك يستنتج أمر إدلب، يعني برأيك تركيا تسعى لضم إدلب بشكل كامل وريفها إلى نفوذها أو لتثبيت نقاط احتلالية فيها أم ماذا دكتورة مرح؟ أستاذ وعد، أنا لا أرى أن الضم الأراضي هو أسوأ من النفوذ، حالة النفوذ السياسي والنفوذ العسكري في المناطق. أنا أرى النفوذ السياسي والعسكري أسوأ بكثير من اقتطاع الأراضي، وهذا ما يحدث. هناك نفوذ سياسي عن طريق الجهات السياسية التي تتعامل مع مباشرة مع أنقرة في على الأرض، والفصائل العسكرية التي هي تنضوي تحت لوائها. وهناك أمر ثالث، أن الخلافات التي تحدث بين الفصائل الآن ونسمع عنها باستمرار، بين فصائل، هناك فصائل جديدة تظهر مثل الفطور يعني لا نعرف عنها أي شيء وتتقاتل مع بعضها البعض، نجد أن الطرف الثالث الذي يقيم المصالحات ويوقف الاقتتال هو الطرف التركي. هذا نفوذ، هذا نفوذ قوي جدا، يعني هذا إضعاف للمعارضة السورية وإضعاف لدورة السياسي والتقوية للنفوذ التركي الذي هو كما قلت يعني هو موضوع يشابه أو يعادل موضوع قطاع الأرض أو يفوقه أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية لماذا ابتعدت عن أستانا 9 برأيي متواضع؟ ابتعدت عنه لكل هذه الأسباب، لأنها غير موافقة أبدا على التحركات التي تحدث الآن في سوريا، ولأنها سيكون لها، ليس فقط عدم الموافقة الآن، سيكون لها موقف، وكان لها موقف واضح عندما وجهت الضربة القوية إلى المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، وعند توافقات معينة مع روسيا، وكلنا نعرف أن هناك توافقات أمريكية روسية محددة في سوريا، وعندها أيضا موقف من التدخلات التركية في سوريا ومحاولة رسم شيء معين، يعني قد تكون أمريكا تراقبه الآن، لا هذا لا يعني أنها توافق عليه. نعم. فالولايات المتحدة الأمريكية عدم حضورها لأستانا يعني أنها ستقوم بدور لن أسميه منفرد وبعيد عن الإجماع الدولي، لا هو دور ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب، ولكن لوحدها بدون وجود في أستانا. وهذا الدور ترتيبي سيتعلق باللمسات الأخيرة على الاتفاقات السياسية في سوريا. نعم دكتور عمار، بالعودة إليك، يعني يبدو أن موسكو تلعب دور ضابط الإيقاع بين الدول الأخرى الضامنة لهذا المؤتمر. يعني حقيقة إذا ما تساءلنا، روسيا التي ساهمت بتغيير موازين القوى، ماذا تريد من المعارضة المسلحة؟ يعني هل تريدها شريك في العملية والحياة السياسية بشكل أو بآخر بعد أضعافها دكتور عمار؟ طبعا يعني من المصالح هنا، يعني المصالح الروسية والمصالح السورية باعتقادي أنها تلتقي. يعني أنا لا أستطيع يعني الموافقة على مفهوم، يعني في دولة مدنية، على مفهوم المعارضة المسلحة. معارضة مسلحة هذا يعني معناه يعني دولة داخل دولة، وهذا معناه أن يعني الصراع الداخلي والحرب الأهلية هي مستمرة، وهي ليست بحاجة حتى لتأجيج من أي طرف مثلا إقليمي أو
أو دولي. فلذلك ما تسعى إليه يعني اليوم سوريا من خلال أستنا ومن خلال يعني التواجد الآن في سوريا، وهي الوصول لهذه المرحلة، يعني نزع السلاح، نزع السلاح من المواطنين. نحن نتكلم، لا نتكلم عن قوات يعني نظامية كانت يعني من قبل على الأراضي السورية، هذا يعني هذه ناس يعني وعائلات كانت يعني تبيع وتشتري وتعمل في المصانع، ولكن الظروف يعني دعتها. طيب ماذا دكتور عمار، يعني ماذا، خليني أسألك عن موضوع ملف المعتقلين والأسرى، لماذا لا يتم الحديث عنهم في ظل ما تحدثت أنت عن النية الروسية لإخلاء البلد من المسلحين وبالتالي خلق جو سياسي وإشراك كل الأطراف؟ دعنا نتحدث قليلا عن موضوع الأسرى والملفين والمعتقلين. يعني صرح عنه اليوم ان يعني ملف الأسرى سيبحث خلال أستنا 9، وانا باعتقادي انه هذا الملف يعني ايضا يعتبر من اهم الملفات اليوم، ذلك انه سيكون يعني بدايه الخير وحسن يعني ابداع حسن من كل الاطراف، ولكن ايضا عوده يعني لموضوع التنفيذ المباشر لمثل هذه الملفات. نحن نعلم ان هناك اطراف فعلا يعني تريد التوصل لحل في احد هذه الملفات، وملف مثلا الأسرى والمعتقلين، ولكن نعلم ان هناك اطراف اخرى يعني تعمل في الاتجاه المعاكس، وذلك لتمديد امد الازمه. يجب ان ننظر الى هذه الامور ايضا، ولا ناخذ طيب. يعني المساله بشكل كامل. وبالنسبه يعني لروسيا طيب. وموقفها من هذه دكتور عمار عذرا منك، ولكن الحلقه باتت في الدقائق الاخيره، اسمح لي ان اذهب الى الدكتور خيري. دكتور خيري، يعني كل الاطراف لم تلتزم بتعهدات ومخرجات أستانا، والدليل على ذلك احتلال تركيا لمدينة عفرين السورية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي. طبعا يعني بالنسبة أيضا الخروقات يعني لا تأتي من طرف واحد، لا يأتي ولكن من جميع الأطراف تقريبا، ولكن تحقيق أو تطبيق الاتفاقيات طبعا من أصعب الأمور، لأن هناك عدة ملاحظات، عدة عناصر، ولذلك لكن يعني اتجاه الأحداث أو مسير هذه المفاوضات أخيرها 9، فهذا أولا يدل على أن هناك محاولة من أجل الحل السلمي، هذا أمر. ثانيا تخفيف العمليات العسكرية، هذا أمر إيجاب. أيضا عودة بعض اللاجئين إلى سوريا، هذا تطور إيجابي أيضا. يعني الصورة ليست سيئة كاملا. طيب. لابد من المحاولة لبذل الجهود من أجل يعني إحلال السلام في المنطقة. طيب. بالتعاون مع جميع الأطراف، ولكن الخروقات لا مفر منها من حين إلى آخر، لكن هذه الخروقات يجب أن لا تؤدي إلى عدم مبادرة. طيب. أو عدم اعتبار هذه الاتفاقية. طيب دكتورة مرح، بالعودة إليك، يعني سؤال أخير أختم معك المحور الأول من الطاولة المستديرة، برأيك ما المتوقع من أستانا 9، وما يعني النتائج التي ستؤول إليها؟ لا أتوقع منه شيء الكثير، لأن هذه الدول الضامنة الثلاث والراعية لأستانا، وهي التي تدير أستانا، لها مصالح محددة تم تأمين جزء منها في سوريا، لن يتم تأمينها بالشكل الكبير بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية الواضح، وستتضاءل هذه الأحلام لأحلام الدول الضامنة الثلاث أيضا كلما تقدم الصراع أو المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليس فقط في سوريا بل أيضا في كل مكان لإيران نفوذ فيه. طيب. وبعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في الشهر الماضي بشكل عسكري، هناك خطوات سياسية ستغير الخارطة السياسية التي هي مرسومة في أذهان الدول الضامنة الثلاث. طيب مشاهدينا، نصل وإياكم إلى نهاية المحور الأول من الطاولة المستديرة، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من واشنطن دكتورة مرح البقاعي، أكاديمية
ورئيسة حزب الجمهوري السوري، ومن تركيا دكتور خيري تشاويش خيري كرباج أوغلو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، ومن موسكو دكتور عمار قناة أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفا سيتابول. ضيوف الكرام، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به، ومشاهدينا موعدنا يتجدد بكم على رأس الساعة.